لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا السلام عليك يا سيدي، السلام عليك يا ابن رسول الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقي، وبقي الليل والنهار ما خاب، والله من تمسك بكم أمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيم. يا غريب يا مظلوم كربلاء، عن زينب واسأل الوجدا، فالطف هد فؤادها هدا. وقفت على تل الأسى ودعت، لكن نداها بالصدر تدا. كم ذا حسين يحب زينبه، متوكئاً ولا كم ذا حسين يحب زينبه، متوكئاً لا باذلاً جهدا. لكن ثلاثا يا أبا عبد الله، لكن ثلاثا ظل منعفرا، والشمس منه تصهر خدايا.
ويلي على الحسين. وأتت له الحوراء مضللة وإليه مدت قلبها بردا. ولي ما ليت لتروي كبده فإذا بمثلث قد فطر وبمثلث مالت له مالت لتروي كبده فإذا بمثلث قد فطر الكبد دار الزمان. وزينب رحلت للشام تشكو الهجر والبعد قبل المنون كما له قصدت. رد الحسين لأخته القصد رد الحسين لأخته قصدا شقالت زينب قالت أخي وبعدك أحرق خيمي أخي بعدك أحرق خيمي راحت الخيام يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا أخي بعدك أحرق خيمي. وبعد صار يا زينب أخي بعدك أحرق خيمي هذه يدي بالنار قد لفحت والساوط هشم بعد الزندايا. ويلي أبا عبد الله ضلعي قالت كفايا علي كان يمسكها أمس الدقاسي في السبا قيدا. ش عندك يا زينب قالت ضلعي كأمي بات منكسرا. اي والله مثل أمها الزهراء ضلعي كأمي بات منكسرا والمتن مثل متونها اسودا. تريد أعجب
أخي رأسك كان ينظرني والدمع شق خدوده خدا. أدخلت للديوان حافيتي أي والحبل رأسي له شدا. يا ليت لحدي بالطفوف غدا والشام كانت تحفر اللحدا. تحكي ويا أخوها تقل ليت العوادي ترض جسمي ولا رضتك لا تلومني يا الولي ما غسلت جثتك. ما اريد اتعبك بس اسمع وتأمل. ليت العوادي ترض جسمي ولا رضتك لا تلومني يا الولي ما غسلت جثت. ليلة الحادي عشر الله يا فجعتي ايش عندش هالفجعة يا زينب. ليلة الحادي عشر الله يا فجعتي كم من يتيمة حين عطشانة يا عمتي ايش هالحيرة هذه. اي والسهر شل القوى والعطش فت مهجتي. اي وظليت في غربتي يا حسين من غربتك نار بخيم تشتعل واجساد فوق الثرى وحريم ثكلة توين واطفال هم طشرة يلي ربنا بحجر عايني محيرة. حرقة وخيمنا ترى وتشتتت عيلتك أبعد واحدة بلية خدر واحدة خدر هالتهب واللي تدور الطفل والحجل منها انسلب. اي اعتب وعا اعتب وادري بعد شي يفيد مني العتاب والله يا للعجاب يا حسين من سفرته. قالت لاخويا ضلع عليك ضلع عليك الترب والدم يا ابو اليمه ضلع عليك يا اخويا الخيل ما خلى ضلع عليك بعبات اليوم اسوي لك ضلع عليك وسوف يا يا ابن امي بعبات اليوم اسوي لك ضلع عليك وسوف يا لك يا ابن الشوفي. الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. قالت عقيلة الطالبين زينب صلوات الله وسلامه عليها تخاطب أهل الكوفة قائلة: أتدرون أي كبد لرسول الله فريتم وأي عين له أدمعتم وأي مخدرة له وأبرزتم؟ طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. ألقت سيدتنا زينب بظلالها في هذه الخطبة على التعريف بشخصيتها بطريق غير مباشر، واستطاعت أن تعرف بنفسها تعريفا في غاية الدقة، وحتى نلحظ هذا التعريف لا بد من أمر هام، وهو أن هذه الكلمات حتى نعرف ظروف زمانها ومكانها وأثره في معرفة الناس لابد أن نعرف أحوال وأجواء المتكلم، لذلك نريد أن ندرس في أحوال المتكلم ثلاث جوانب. الجانب الأول: من هي؟ من هو المتكلم؟ ومن هي سيدتنا زينب عليها السلام؟ من حيث النسب لا أحتاج أن أتكلم، فالمسلمون وغير المسلمين ممن يقرؤون تاريخ أهل البيت يعرفون من زينب نسبا. أيضا زينب عليها السلام ألخصها بكلمتين: زينب بعلم معصوم وعصمة معصوم، يعني علمها علم إمام وعصمتها عصمة إمام. أبعطيك وياها بشكل مختصر: إمكانياتها إمكانيات إمام، مؤهلاتها مؤهلات إمام. زين هذا الكلام أكو إلى بالروايات، لو ما إلى، لو بس هالشكل إحنا حبا لزينب نقول هذا الكلام، لا أكو إلى. الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه شي يقول؟ إيه قوله. شنو معنى غير معلمة وشنو معنى غير مفهمة؟ اللي ما حد يعلمه وما حد يفهمه يكون الله سبحانه وتعالى هو الذي يشرف على علمه وعلى فهمه، عدل ولا؟ هذا حال الإمام المعصوم.
من هو اللي علم الإمام المعصوم؟ من هو اللي فهمه؟ مو الله؟ شنو الفارق؟ أنا ما أقول لك زينب أفضل من الإمام، لا، أنا أقول لك إمكانياتها إمكانيات إمام في علمها في فهمها. وترى ما ممكن تفكيك العلم عن العصمة، إذا هي معصومة هي عالمة، انتهينا بها. وإذا هي غير مفهمة وغير معلمة ثبتت العصمة وثبت العلم وياها، هذا بشهادة إمام معصوم. فما نقوله مستند على دليل صدر من إمام معصوم. زين، تداعيات هذا شنو؟ أولا حتى نعرف السيدة زينب معرفة صحيحة، لو ما كانت بهذه الإمكانية وبهاي الكفاءة، اعرف أن زينبا لن تكون في كربلاء أبدا. ليش؟ لأن سنحتاج إلى شخصية بهذه المواصفات حتى تكون مكان السيدة زينب عليها السلام. ولا ليش؟ ايش عندها رايحة؟ إذا ما عندها هالإمكانيات ليش تروح؟ السؤال اللي يطرح نفسه، الإمام الحسين عليه السلام غلبته الظروف وأوقعته في كربلاء قهرنة؟ لو الإمام الحسين يدري كلام في مكة كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، هذا مو تفصيل له، يعرف. فهو خرج من المدينة لديه مشروع، وهذا المشروع إلى مراحل، وهذا المشروع فيه قادة وإداريين. واحد من القادة ومن الإداريين اللي ما يقل شأنا في إدارته عن إدارة الإمام الحسين هي زينب، لأن الإمام الحسين عليه السلام بمقتله توقف دوره وأخذت المسيرة منه زينب. إذا هي مو معصومة ومو عالمة وما عندها هاي الكفاءات، يعني ما عندها القدرة على إدارة الأزمات بها القدرة هذه، ما عندها بها الكيفية، ما عندها. وإذا ما عندها لا تصلح إلى هذا المشروع أصلا. وجودها في هذا المكان من أدل الأدلة على أن ما تملكه زينب لا يملكه غيرها إلا المعصوم فقط. زين، هذا واحد، هذا جانب. الجانب الثاني اللي نلحظه في شخصية السيدة زينب ونعرف أنها تملك بعدا معرفيا وكفاءة خاصة، هو ما لقته زينب وتعاملت معه بمعاملة لو اجتمع أهل السماء وأهل الأرض على أن يأتون بهذه المعاملة ما استطاع. أقول لك شلون، وإن كان في هذه الرواية ألم إليك، وإحنا نعرف بعد من نذكر السيدة زينب لازم وياها حزن وألم. السيدة زينب عليها السلام قتل لها يوم الطف ولدان، عون ابنها الأكبر ومحمد، وبقي لها ولدان أحمد وعلي، هذول كانوا أطفال صغار، وعدها بنت واحدة اسمها أم كلثوم. هاي أم كلثوم إلها قصة من القصص الرائعة التي تدل على عظمة مكانتها. هاي المرأة التي كانت تحكي أمها زينب في خدرها وعفتها ودلالها وجلالها
طبق الأصل من أمها السيدة زينب عليها السلام. تدري منه اللي طمع فيها؟ طمع فيها معاوية، وراد يزوجها إلى ولده يزيد، وأرسل الوالي إلى المدينة قال له روح لعبد الله ابن جعفر واخطبها. عبد الله ابن جعفر زوج السيدة زينب مو واحد عادي، هذا تربية أمير المؤمنين. من مات جعفر الطيار، جعفر الطيار ترك ولدين، عبد الله الكبير زوج السيدة زينب، وعنده أخ اسمه محمد ابن جعفر الطيار، هذول تبناهم أمير المؤمنين ورباهم. طبعا قبل ما يربيهم أمير المؤمنين أخذهم النبي لما مات جعفر الطيار سلام الله عليه، وبعدين النبي أوصى أمير المؤمنين بتبنيهم وتبناهم أمير المؤمنين. فجعفر كان فطنا، إجال الوالي على المدينة قال له معاوية يريد بنتك إلى ولد يزيد، شو تقول؟ قال أنت تعلم أن تزويج بناتنا ليس بيدنا، احنا عندنا إمام ونروح نسأل الإمام الحسين عليه السلام. إجي إلى الإمام الحسين قال له صح في الناس أن غدا لنا خطاب، بكرة يجتمع الناس عند المسجد. فاستبشر الوالي على المدينة بموافقة الإمام الحسين عليه السلام. إجا يوم ثاني وقف الإمام الحسين على مرتفع، قال بعد ما خطب خطبته قال أيها الناس اشهدوا إني زوجت أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر إلى ابن عمها القاسم ابن محمد بن جعفر الطيار، وقطع الطريق على معاوية ويزيد. يزيد ما يطمع في شيء ما إلى قيمة، معاوية ويزيد ما يطمعون في شيء ما إلى قيمة، صح ولا زين؟ شاهدنا السيدة زينب فقدت ولدين، ولدها الكبير عون ومحمد. وأكو رواية يذكرها السيد عبد الرزاق المقرم على الله مقامه يقول بليلة الحادي عشر من طلعت زينب وراحت إلى المصرع عثرت قدماها بجثة، فلما نظرت وإذا بها جثة ولدها عون، لكن أكملت مسارها. زين، حتى أبين لك أن زينب تمتلك قلب إمام وصبر إمام، وأنها امرأة ليست كباقي النساء، امرأة استثنائية. راح أقرأ لك الآن رواية الإمام زين العابدين عليه السلام اللي يوصف لنا حال الإمام الحسين بليلة العاشر، بليلة الحادي عشر. يقول الإمام ولقد طحنت الخيل جسد أبي طحنا، إيش تستفيد منها؟ جسد أبي، ما قال عظمة واحدة، الجسد كله، الخيل جاءت على جسده غدوا ورواحا، عشرة خيول تروح وترجع، يعني في لحظة واحدة أربعين حافر، بلحظة واحدة أربعين حافر تروح وأربعين حافر تجي. فما بقى بجسد الحسين عظم، هذا جلده كله خشع. يقول وقد زرعت السهام في جسد أبي. زين، من إجت ليلة الحادي عشر لا رأس عنده ولا يدين عنده، مو قطع هالجمال اللي تشوف أخوها بس على المغتسل ما تتحمل، وهذه شايفة أخوها بيا، ويا أخو هذا منه هالأخو اللي تشوفه زينب؟ ما في مثل أحد، ما في مثل الحسين بأبي هو وأم. فتقول الرواية جاءت إلى الحسين رأته بتلك الحال جثت على ركبتيها،
وضعت يدها تحت جسده الشريف ورفعته حتى صار نحره في صدرها، بهالحال مو تنفعل المرأة ويذهب عقلها تصير في حالة ذهول. إلا زينب رفعت رأسها إلى السماء قالت: اللهم تقبل منا هذا القربان. تذكر الله قبل كل شيء، وإلا ما تصير زينب. شايف امرأة بهالصبر هذا العجيب، ولكن استغلت مجيئها إلى الإمام الحسين وقبلته في موضع ما قبله أحد، قبلته في عظمة نحره. هاي زينب. البعد الثالث، إيمانها، تقواها، ورعها، عفتها، خدرها، صيانتها. تشوف تمر عليك بعض المواقف، امرأة تفقد واحد ربما تلتفت إلى حجابها أو إلى شيء من شعرها قد خرج، وهي تلطم وتندب وتبكي على عزيز فقدت. وهاي زينب ماكو مصيبة ما حلت عليها، ومع ذلك هي معدن الخدر والحجاب، وما حد يقدر يقول أن زينبا قد كشفت أو أن أحدا رآها. هيهات، هذا نور أمها فاطمة، ما ممكن. شو العظمة. وتصلي ليلة الحادي عشر صلاة الليل، شنو هالتعب وهالألم وهالثاكل وهالفاقد وهالمصائب كلها، وعدها مجال تصلي. يقول الإمام: رأيت عمتي زينب تصلي صلاة الليل من جلوس، من جلوس. قال لي: نعم. ليش؟ قال: لقد أنهكتها المصائب. لكن ما تقدر تخلي الصلاة. هاي زينب. زين. الأمر الرابع، كل هذا لتأدية ما كلفت به. شنو اللي كلفت به؟ الجزء الثاني من قضية الطاف: كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول. كربلاء قتل وسبي. القتل كلف به الحسين، والسبي كلفت به زينب. تكليف. وين نلقى هالكلام هذا اللي يدل عليه؟ وين؟ لما أدخلت على ابن مرجانه. من هو ابن مرجانه؟ عبيد الله ابن زياد. شقال إلها؟ كيف ترين صنع الله في أخيك الحسين؟ قالت: ما رأيت إلا جميلا. وين الجمال يا زينب؟ اسمع:
قالت تلك فتية كتب الله عليهم القتل فبرزوا لمضاجعهم. كتب، هاي مو نفسها كتب عليكم، يعني الله أمرهم وامتثلوا أمر الله، كلفهم الله بالقتل فامتثلوا له. هذا الجمال. أكو أجمل من أن يكون الإنسان ممتثلا لخالقه مطبقا لأحكام دينه؟ هذا الجمال العظيم. ولا الحسين ليش يقول إنما خرجت لطلب الإصلاح؟ هذا الهدف كله. فزينب كانت مكلفة، زين مكلفة بس بهذا؟ لا، نجي للأمر الخامس، وتكليفها أعظم من قضية كربلاء. أعظم شنو؟ بحفظ الإمامة، وبحفظ الإمام زين العابدين، وتقوم بمسؤوليات الإمامة حتى يرتفع الخطر عن الإمام السجاد اللي بيقوم بأعباء الإمامة. منو هذا؟ وشنو علمه؟ وش قد معصوم؟ وشنو معرفته بالله وبأهل البيت وبالقرآن؟ وتكلف من إمامين معصومين، من الإمام الحسين ومن الإمام زين العابدين. تفكر زينب قليلة؟ لا، زينب وما أدراك ما زينب. ولولاها، سيذكرون في السير والمقاتل في حرق الخيام، اجت الى خيمه الامام زين العابدين والنار تستعر في جنباتها. يقول لها عدو من الاعداء: امت الله، الا ترين النار في الخيمه؟ قالت له: ان لنا علي، إن لنا عليل. وما قبلت تروح، دخلت إلى الخيمة والنار فيها، وطلعت الإمام زين العابدين. هذه زينب. وفي مجلس يزيد، في مجلس ابن زياد، سأل من هذا؟ قالوا علي بن الحسين. قال: أليس الله قتله؟ يقصد علي الأكبر. فقال له: شمر، هذا علي بن الحسين ابن علي، كان عليلا فأرادوا قتله. فقالت زينب: والله حتى تقتلوني دونه وقتل المرأة عند العرب مشكل. فاحتمت، فحمته صلوات الله وسلامه عليهما، ولولاها لقتل الإمام زين العابدين. ولما رجعت إلى المدينة هم كذلك، قامت ببيان ظلامة الحسين. انت تفكر زينب ليش طلعت من المدينة؟ طلعت منفية بأمر صادر من الشام من يزيد. تنفى زينب من المدينة، شو مسوي؟ عرت بني أمية، عرتهم من كل شيء. وبينت ما فعلوا بسبط رسول الله صلى الله عليه وآله، ذلك أخرجوها، لأن المدينة
مركز إسلامي يأتيه الناس من كل حدب وصوب، فأخرجت طلع وياها عبد الله بن جعفر على رواية أنه له ضياع بالشام، فجاء بها إلى الشام. وتعرف ذكريات الشام عند زينب هواي مؤلمة، تقول للشام يا ابن أمي العمر لا طالت أيام، فجع قلبي على ابن أمي ودعاني الليل، ما نام علي يزيد الرجس، طبيت وراسك كان قدامه ويضرب راسك قبالي، وهاجت نار دلالي، صحت لا تضرب الوالي، عسى شلت يمينك ليش تضرب راس والي. قالت يزيد ومن سمع حكي نهض سب والدي وسبني، وبهذاك المجلس المشوم قام يريد يضربني، عمت عين الدهر للشام، اي والله للشام، عقب حسين دول ابني، عقب الخدر ذاك الفات، لن بمجلس الشمات يعود لنا الفرح هيهات، وتعود اخوتي وبالخير تتعمر نوادينا. مرضت مرضها ودنت منها وفاتها، يؤتى لها بالماء فتمتنع من شربه، وتنادي أأشرب، وقد قتل الحسين عطشانا. قالت جرحت قلبي المجروح، يا لجيت توجهوني ذكرتوني المظلوم، يا اللي تغمضوا عيون خلوني أموت بهان، لا تهيجون مكنوني، خلوني أموت بهان، لا تذكروني المظلوم، لا تسبلون رجليني، ولا تمدوا إلي يدين، ترى من تمد ويديني بتذكر أخويا حسين. اش تتذكر يا زينب؟ قالت أنا ناديت الشمر خلّى باغمضة وبمد ليدين. اش سوى بزينب؟ رفسها رفسها وداسه ابن عليه، ومن نحرة سيل دموم، فصلي يا زينب، من نحرة سيل دموم، ونادي يا شمر عطشان، سقني قبل تذبحني، ترى قلبي غدا لهفان، بسيفة هبر وداجة، وراسا شال فوق سنان فوق سنان،
لا تعيجون مكنوني لا تذكروني المظلوم لما جو يشربوها الماء ينتحبت وصاحت يا خويا الما شربت الماي اختك روحها راحة حسرة عليك يا ابن امي واختك بالوجد صاحة عرق جبينها سكن انينها مدت يديها ورجليها غمضت عينيها وفاضت روحها أيوة سيدتاه وزينباه وغربتاه لكنها غسلت كفنا صلي عليها وهي تنادي بلسان حالها يا خويا حسين شفتك على الغبرة وداست عالصدر خيول عشرة وسمع عنك تنادي يا زهرة اي وتظل عاري على الغبرة رمية يا خويا حسين جثتك رضى ظهر وخيامك عقب عينك حرقوها وعيالك يا بعد اهلي ولو سبية لوذ يا ابن امي بسبية بعد يا زين يا خويا حسين والله سلبوني وعلى ناقة هزيلة ركبوني أنا لو سال دمعي يضربوني وأنا يا أمي الزهرة الزكية يا خويا حسين لو أشرح لك الحال أي يا خويا حسين لو أشرح لك الحال اللي بار محملي الرجيس اللي بار محملي يا خوي أنذا يا ويسرون على هز البل رحال وابونا المرتضى خير البريه اخر بيت يا زينب قالت يا خويا ودخلونا على ابن زياد اي اساروا بيدنا يا خويا اقياد والشامي تيسبنا يا وابنك السجاد يبكي ومدمع بالخدجرية اويلي
أويلي أويلي أويلي، مر لكم مر لكم مر الحيدر عيوني، مر إلكم مر لكم ويوم يهلي ما إجا طارش، مر إلكم مر لكم يقلكم بالسبي والله مر إلكم، خذوها شلون عالهزة السبي زينب ومن قبل كان زينب بفنا دارها تحط الرحال، اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك إنك سميع مجيب. اللهم من على مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية، اقضي حوائجنا وحوائج السائلين والحاضرين، عجل اللهم لوليك الفرج والنصر والعافية، المسببون تقبل اللهم عملهم واوسع في أرزاقهم واقض حوائجهم، وارحم موتاهم وموتى المؤمنين والمؤمنات وموتى الحاضرين، وللجميع نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.